السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بإذن الله هو حلقة إن شاء الله مش هتكون طويلة، لأن الموضوع مفيهوش كلام كتير يستحق أن هو يتقال، وهو موضوع التيار اللي احنا ممكن نسميه ذكورية أو نسميه تيار معادي للنسوية او معادي للنساء بشكل عام. نشوف المصطلح الافضل ان احنا نتكلم عليه في الموضوع ده، وحنتعرض ليه في اثناء النقاش. يمكن احنا هقسم الحلقه لجزئين. الجزء الاول هتحدث فيه عن ايه هي ايه الذكوريه واهم الحاجات والصفات بتاعت الحركه دي اللي موجوده بره، وحيكون اعتمادي الرئيس على ورقة اسمها Masculinism and the Anti-Feminist Counter Movement، ده لمليسا بليز أو مليسا بليز وفرانسيز دوبوا دري. ده من كندا، فالأسماء فرنسية وأنا الفرنساوي بتاعي أي كلام مش فرنساوي منضبط قوي. ديت منشورة، ورقة موجودة في Social Movement Studies، منشورة سنة 2011، وهي مبدئيا الورقة بتدعم النسوية، فما بنعتمدش عليها في ان هي في بعض الامور ما بنعتمدش عليها بصورة كلية، لكن هي من احسن الحاجات اللي انا قدرت اوصل لها في مسألة تجميع اول المصادر اللي بتتكلم عن الموضوع دوت ومين المتحدثين اللي ممكن تروح تدور وراهم. لكن كون ان الحركة في كندا وبتتحدث عن كندا مخلية محدود شوية في الخطاب اللي موجود في كندا ثم العالم الانجلوساكسوني بشكل عام، اللي هو بريطانيا وانجلترا وامريكا. ده غير ان طبعا وجود ان هم النسويات اللي عاملين حاجة، فبيخليهم يعني واخدين موقف، بيدخلوا في الذكورية حاجات اللي هي نقدر نسميها المنطق الأبوي أو المنطق اللي بيتحدث عن المفهوم الكويس أو اللي احنا بنطالب بيه كمسلمين للذكور. الجزء الثاني الحلقة هيكون حديث بقى عن الترند اللي طالع من فترة قصيرة كده، وهو مسألة ان هو الذكورية ودعم الذكورية، وعايزين يخلوا الأفكار دي تنتشر ما بين المسلمين. معنى هذا الترند والترند نفسه بيتكلموا فيه بيقولوا ايه. طيب الاول نجيب بقى مصطلح الذكورية. الذكورية هو تعريب لكلمة ماسكولينيزم او ماسكوليست، او حسب التعريفات اللي بتتقال احيانا بيذكر، مفيش اتفاق على هذا التعريف لان مفيش كلام كتير قوي بيتقال في هذا الموضوع اصلا. حتى هي الباحثة في اول الكلام بتجيب لك المصادر، فبتقول لك ان احنا يعني عشان تدور في الموضوع ده تقريبا مش هتلاقي حاجات كتير، حاجات قليله قوي اللي بتتكلم عن الموضوع ده في البحث. يعني تخيل انت في البحث العلمي نفسه مفيش كتير، فما بالك بالموضوع في الشارع وفي الناس. وما دام حاجه ما حدش يتكلم عنها كتير، و بتكون ليها صفه من صفتين، يا اما في اتفاق عليها، لان لو بيتكلم عنها مجموعة قليلة ومحدودة فبيبقى في اتفاق على مثلا كلمة الذكورية بالمعنى كذا كذا، لان ما فيش ناس كتير اتكلم عنها غير مجموعة محددة، فانا باخد تعريف من هذه المجموعة وبروح قايل ايه المجموعة دي بتعرف مثلا الذكورية بالمنطق كذا 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 ليه؟ لا خلاص موضوع محدود. لكن الموضوع ده مش موجود في مصطلح الذكورية. ليه؟ لان المجموعات، ودي الحاجة اللي هتستعرضها الورقة، المجموعات بتاعة اللي هم بيعرفوا نفسهم ان هم ذكوريين، اولا مجموعات كتيرة جدا منتشرة في العالم الغربي مش متفقة حتى على الاسم الحركة. لو هم هيسموا نفسهم حركة هتلاقي في Fathers for Justice، في مش عارف ايه، في كذا كذا حركة وباسماء كتيرة، وما في عدم اتفاق بشكل كبير داخلي جوه الحركة. ثم في اتجاهات وهيستعرضوها في هذا الموضوع في هذه الورقة، في اتجاهات راديكالية اللي هي تقدر تقول متطرفة، وفي اتجاهات معتدلة يعني مثلا عايزة تعدل أوضاع الرجال وبتاع، وفي اتجاهات تانية لا احنا مش بنتحدث عن تعديل أوضاع الرجال، لا احنا بنتحدث بقى عن ما يشبه الحرب على المرأة في هذا الموضوع. هي في الورقة بتتكلم في أولها
قلنا تحدثت عن مسألة ان الحاجات المنشورة قليلة جدا، بتقول ان هي لو احنا اعتبرنا الذكورية او الماسكولينية، هي بتقول white heterosexual men in North American and European societies. لو انت اتكلمت ركزت على الذكورية بالمنطق اللي هي بيتحدث فيه الدراسات، هي بتقول ده مصطلح يقدر نتكلم عليه عن نطاق معين، مصطلح طالع او افكار، مصطلح طالع من قرن فات، لكن نتكلم على الافكار معينة اللي بدأت تاخد بشكل الموفمنت الحركة. هي بتقول بداية من الثمانينات في المجتمع الغربي والرجال البيض، فعشان كده هي بتحدد، بتقول هي ظاهرة شبه حصرية على هؤلاء الناس في المجتمعات الأمريكية والأوروبية. فهي بتتكلم على الحاجات اللي بيعارضوها الذكورية، بيقول ان النساء مهيمنة على المجال العام والخاص، وان الرجال عندهم أزمة هوية جامدة قوي بيسموها الميد كرايسيس، أزمة الهوية بتاعت الرجال، وان هما في سيادة قيم النساء والحاجات دي. ودي حاجات صحيحة، احنا بنتكلم ان دي مش حاجات مخطئة في هذا الامر، عشان كده بنتكلم ان هذه الورقة لا تفرق بين المفاهيم الصح ومفاهيم الخطأ، هي بتحط كله مع بعضه. هي بتتكلم على ان الرجال في أزمة هوية في الغرب، وان الرجالة هناك عايزين بيقولوا ان هيمنة القيم النسوية او هيمنة النساء في المجالين العام والخاص دوت خلى الرجل حس ان هو بيحتقر ذاته، وان المجتمع الابوي بدأ يجتمع الباترياركال، بدأ يبقى ماترياركال، يعني المجتمع الابوي بدأ يبقى امومي، فدوت هيفسد المجتمع بصورة كبيرة جدا. وهذه الاجزاء الكلام دوت من هذه الناحية مش خطأ تمام، لكن هنشوف ان هو هيتطور لإيه او النواحي الباقية لما تتجمع الصورة بالكامل. هما بيدعوا لمظاهرات وبيتكلموا دايما عن في خطاب بتاعهم كتير قوي بيستخدموا حتة الضحايا الرجالة، بيترد من اللي هما الضحايا الرجالة اللي بسبب خيانات النساء، فهتلاقي جزء خطاب اصيل من الخطابات بتاعتهم، وده هنشوف مصداقه في المحتوى العربي اللي بيحاول يعرب هذه الحركات او اشكال من الحركات، اللي هي يجيب لك رجاله ان قد ايه الستات بتخون وقد ايه ان الرجاله بيتدمروا من النساء بتعمله ده. فدي حاجه من الحاجات اللي مخليه الموضوع يعني رئيسيه عندهم في الخطاب، الرجال بيحصل لهم خيانات، بيتكلموا عن الرجاله اللي بيتم اعتداء عليهم من النساء، وان بيحاولوا يقولوا ان لا ده الظاهره متعادله بين الجنسين، الرجاله بيضربوا الستات والستات بتضرب الرجاله، فدي ظاهره فيها تعادل ما بين الجنسين، الستات بتسبب احباطات كتير من الرجاله بينتحروا. فهتلاقي في الخطاب بتاعهم في دائما اظهار للرجل ان هو بيحصل له المعاناه، مش بيظهر معاناه الرجل فقط، لا هو بيخلوها هي المعاناه الرئيسيه الحقيقيه اللي حاصله في المجتمع. كالعاده نفس الامر اللي احنا لما جينا نتحدث عن النسويه كانت بتعملها، ان هي بتبدا تركز على معاناه المراه. ولما لو تتذكروا في حلقه قبل كده تحدثنا عن مساله النسويه، وان الفارق ما بين واحده مثلا بتجيب مشاكل النساء في الصعيد اللي هم بيحصل لهم الميراث بتاعهم بيتاخد، فقلت ان ده فارق، في فارق ما بين ان الخطاب بيظهر المشاكل الناتجه عن غياب الشريعه في الصعيد وفي المجتمعات كلها بشكل عام، والخطاب اللي بيركز على المراه، الست في الصعيد بتتظلم والخطاب مظلوميه المراه. هنا احنا بنشوف المقابل، عشان كده هي الورقه بتستعمل مقاربه لشرح هذه الظاهره، بتستعمل نوعين من المقاربات، منهم مقاربه اللي هي موفمنت اند كاونتر موفمنت، الموفمنت الحركه، والكاونتر موفمنت اللي هي الحركه المضاده. الحركة المضادة هتلاقي ان بتستخدم في الحركة الذكورية في الغرب كانت تستخدم اساليب استخدمتها النسوية قبلها، فكرة ان احنا مظلومين والرجالة مظلومين، الستات بتخونهم، الستات خاينة، الرجالة بيتضربوا من الستات، الستات تعتدي عليهم، بتهنهم، بتعمل كذا وكذا وكذا. هتلاقي كأن هي المراية بتاعت الحركة النسوية. هي هتستخدم المقاربة الاولى في الورقة، مش هتهتم نهتم بها قوي، هي نظرية كبش الفداء، سكيب جوت،
بتقول لك نظريه كبش الفداء ديت ان انا بجيب حد فئه او حاجه في المجتمع وفي مثلا مشكله عندي فاروح ملبسها هذه الـ المشكله كلها واقول هي السبب في انها صنعت هذه المشكله. فبتتكلم طبعا جابت المساله ان هتلر واليهود وازاي هتلر حمل اليهود المشاكل اللي حصلت في المجتمع الالماني وادت الى الكارثه بتاعه الحرب العالميه الاولى. وبعد كده بتتكلم عن الحركه ديت بالنظريه بتاعتها اللي هي السكيب جوت. بتتكلم في ايه؟ بتقول ان هي النظريه دي ان الرجاله في الثمانينات كان في مشكله مشهوره جدا، كان في مشكله بسبب السياسات اليمينيه اللي كانت اتعملت في الغرب، كان بدا يبقى في فقدان وظائف، بدا يبقى في مشكله في التوظيف وفي مشكله اقتصاديه وماليه في الغرب، فبدا الرجاله بسبب ان هم بيبقى في عاطلين كتير وبدا يشوفوا يدوروا على حد يلبسوه القضيه دي، فما لقوش غير الحركات النسويه وبداوا يتكلموا عن ان المراه والنسويه وبدا يبقى فيه هجوم على النساء. دي النظريه بتاعتها بتقول ان هي ده، انا شايفه ان في الثمانينات هو ده احد اهم اسباب اللي تسببت ان الحركه دي تظهر في الوقت ده تحديدا. وطبعا مقاربه بالصوره دي بنشوف فيها الاثر الاقتصادي او المادي شويه، يعني تحس كان في اثر يساري شويه في الموضوع دوت. فهي النظريه بتاعتها بشكل عام بتعتمد على حاجه، ممكن نقول يعني برضو مش لازم نرمي الكلام ده بالكامل، والاطروحات اليساريه ما ينفعش ان انت تتجاوزها طول الوقت، لا هي احنا لما بتتهاجم الاطروحات اليساريه بيبقى احيان كتير بسبب حاجتين، ان هي بتخليها العامل الاوحد العامل الاقتصادي او تخليه العامل الاهم، لا ساعتها يبقى فيه هجوم عليها من الناحيه دي. يعني مثلا في هذا الامر ده ممكن يكون من احد الاسباب اللي خلت ولدت مشاكل في الغرب، لكن في اسباب تانية. من الاسباب التانية هي ان الثمانينات كانت مرحلة تقدر تقول كاونتر موفمنت على الحركة اللي كانت شغالة في الستينيات والسبعينيات للتحرر الجنسي والفيمنيست والحاجات دي كلها. فكان مشهور جدا ان الثمانينات حصل فيها حركة زي ما يكون اعادة بعث ديني في امريكا بشكل خاص، وكان في غضب من الحاجات اللي حصلت في السبعينيات قبل ما تيجي طبعا التسعينيات وكل حاجة تنقلب تاني، كأن في استكمال للسبعينيات مرة تانية. بتتكلم عن الحركة دي انها بتبدأ الحركات اللي موجودة في الغرب بهذا الشكل تبدأ تعمل حاجات قد ايه الذكر والمدح للذكورة والرجولة قد ايه دي حاجة عظيمة في ذاتها، وان الراجل ده حاجة كأن سوبرمان، لدرجة ان هي في وقائع بتحصل هتحكيها في الحاجة في الورقة دي، ان واحد مثلا ناس منهم يلبسوا ازياء سوبر هيروز ابطال بتاعه ويقعدوا يصعدوا عمارات او نطحات سحاب او اي حاجه، يقعدوا يصعدوها عشان يوروا قد ايه الراجل شجاع وقد ايه حاجات زي كده. فالتصرفات ديت اللي انت بتقدر تقول عليها صبيانيه شويه، صبيانيه كتير جدا، لكن هي بالنسبه له لازم تفهم الجوهر بتاع الفكر بتاعهم، هو ان الراجل هو السوبر مان، هو المخلوق السوبر في هذا الموضوع. هتلاقي ان هما بيساندوا بعض في المحاكمات، اللي هي واحده مثلا رافعه قضيه على طريقها او جوزها ان هو بيضربها، تلاقيهم يروحوا يقفوا جنبه وان هو مظلوم ودي اكيد ظالمه ودي مين اللي صدق الست ديت وبتاع، حتى لو جايه ايه باللذي هو لا ده هو مظلوم وهي ظالمه وهي اكيد كذابه. هتلاقيهم بتعلق على الموضوع دوت انها بتتكلم، هتلاقيهم برضو بيقولوا على الرجاله اللي هم بيدعموا المراه او واقفين مع الست بشكل عام او مش واقفين معاهم في المواقف المتطرفه ديت، ان هو يسموهم اللي هي كاسترد من او بروبابلي جاي، يعني دول رجاله يا اما مخصيين يا اما دول غالبا مخنثين او لطيين ما لهاش حل غير كده. هتلاقي فيه هجوم شديد عليهم بالرجاله، بيتكلموا على ان قيم الرجال هي المفروض تسود في المجتمع، قيم الرجال هي الناتشرال اجريسيفنس العداء الطبيعي اللي موجود في البني ادم والتنافس والهيراركيه، فدي الطبيعه بتاعه المفروض المجتمعات تعيش فيها، تعيش في تنافس وصراع. وحتى هما بيدخلوا الموضوع دوت بالناحيه الراسماليه وان ازاي ديت القيم الراسماليه اللي قائمه طبعا على التنافس الكبير ما بين اللي هو اقتصاد السوق، فهو بيقول لك ان دي القيم ديت موافقه للمجتمع بتاعنا وموافقه للمبادئ والقيم بتاعتنا. بتعلق هي ان بتقول الحركات دي
بشكل عام منفصلة عن بعضها. جزء كبير جدا من اللي بيكونوها ناس اباء اب كان مطلق. طبعا ده واقع هنيجي ليها تاني مسألة الاباء اللي اتطلقوا. وبتتكلم ان هما منفصلين عن بعض، حتى حقيقي في جزء ان هما ما بيعرفوش يتفقوا حتى على خطاب موحد او صورة موحدة للكلام، لدرجة ان هما احيانا بيبقى صفحة وصفحة وصفحة، وتبقى فيه 20-30 صفحة، كل صفحة منفصلة او متحدث ومش عارف ايه وبتاع وحاجات. طب انتوا جمعوا بعضكم في نطاق عام، ما تلاقيهمش حتى هما بيسعوا للموضوع دوت او بينجحوا ان هما يعملوا. بتتكلم ان في البي بي سي بتتكلم على جماعه فازرز فور جاستس كانت في انجلترا. دي بتقول ان الجماعه دي في 2006 البوليس لقى ان في مجموعات منهم ناقشوا ان هم عشان يحركوا القضيه بتاعتهم كانوا بيناقشوا خطف ابن توني بلير اللي عنده 5 سنين، يخطفوه عشان يحس يعني، وهيدخلوا عليه البرلمان ويحدفوه او هو طالع من البرلمان في حادثة كده، هيحدفوه بلون وردي ويقعدوا يحدفوا الشرطة بالبيض، ويقعدوا يطلعوا يلبسوا سوبر هيرو برضو، يطلعوا فوق واحدة من زعماء المعارضة النساء هيصعدوا فيها. الافكار وحركات غريبة جدا وتصرفات عجيبة، بس تحس ان هي ملهاش علاقة بالرجولة اكتر ما هي لها علاقة بان هم اطفال او صبيان بيلعبوا. ودي ظاهرة جدا في الحركات العربية، او اللي بتحاول الناس اللي بيحاولوا يعملوا فيه حركة عربية تكون ذكورية مماثلة للحركة اللي موجودة بره. هتتكلم عن برضو من الصفات بتاعتهم ان هم زي ما قلنا هو الراديكالية، وتصرفاتهم فيها بتاع دوت انعزالية بشكل كبير عن بعضهم، مفيش حاجة اتفاق عام ما بينهم ان هم يعملوا نفس الحاجات. وطبعا يعني مشكلة جدا يعني انتوا لو تشوفوا بقى الفار، لما نيجي نقارن ما بين الحركة النسوية وما بين الحركة الذكورية، لو الحركة النسوية كانت بتتحدث عن تضامن النساء وان النساء بتاعت حب وان هي بتاعت التوافق مع بعضيها وحاجات، ودي من الحاجات برضو المهمة جدا ان هي لا مش كده النساء، لكن المهم انها كانت بتلعب على صناعة ايديولوجيا بهذا الشكل زي ما تحدثنا في الفيديوهات اللي اتكلمنا فيها عن الحركات النسوية. انما لا، ده دول بيقدسوا اصلا قيم التنافس والعداء والخصومة والكلام دوت. يعني صحيح هم بيطلبوا تضامن الرجال، لكن انت من ضمن طلب هذا التضامن ان انت بتتكلم عن التنافس والعدائية، وان كله وان الخصومة دي حاجة جميلة، والاستعراض الفتونة والذكورة والفحولة والحاجات دي كلها على ما على بعضنا يا ابني، ما على الرجال بينه وبين بعضها. ده قد يكون من رأيي، مش موجود ده في الورق، احد الاسباب ان الحركات دي مش قادرة تتوحد او تصنع خطاب مميز ومتناغم في الحركة الغربية. طبعا هي بتتكلم ان هي بتقول دول جزء من حركات المعاداة النسوية، دول مش لا هم دول الحركات المعاداة النسوية بشكل عام، لكن هم ده جزء من الخطاب. صحيح هو جزء متطرف، لكن كان لازم تذكر. من ضمن الحاجات اللي بيقولها احد روادهم يعني او احد المشاهير بتوعهم، بيتكلم ان الفارق ما بين الرجاله والنساء، ودي دي حقيقه فعلا يعني، ان الرجاله بيصنعوا البيئه بتاعتهم، اما النساء بتعمل ادابت، بتعمل تكيف للبيئه اللي هي عايشه فيها. فلازم الستات تسيب الرجاله هم اللي يصنعوا البيئه. الحقيقه انتهت هنا، ان الرجاله فعلا غالبا، واحنا تحدثنا في ده في فيديوهات لما جبنا السايكولوجي بتاع الرجاله، ان الرجاله غالبا بيبقى مش سهل ان هو المجتمع يفرض عليه كل الحاجات اللي هو عايزها، ممكن يبدا يبقى ضد الافكار المجتمعيه اللي هو عايش فيها لو هو معتقد حاجه. وقلنا دي مش احد احدى المشاكل الكبرى اصلا في ظاهره التخنس مقارنه بظاهره الترجل، ان ظاهره الترجل بتاعه النساء اللي تقول لك انا حاسه ان انا جوايا راجل او حاسه بتاع، لو ان مع سن 16 17 سنه بالكثير جدا على 20 سنه غالب النساء الموضوع ده بينتهي واصلا بيبقى خلاص بدات تبقى عاديه. انما الناحيه الثانيه لقوا ان كتير جدا من اللي بيقول الكلام دوت وهو صغير يبدا متمسك بيه، وخلاص الفكره دخلت في دماغه وتبدا يبقى متمسك بيها في التخنس ده لغايه لما يكبر. فالرجال فعلا في الرجاله مساله ان هو التكيف مع البيئه، بيتكيف مع البيئة زيه زي اي حد، لكن الفكرة ان هو اقل مقارنة بالنساء. النساء بتقدر تتكيف مع البيئة اكتر، تربية النساء بتكون من المحيط بتاع البيئة بتاعها اكتر، حتى يقدروا يفرضوا المعتقدات لو هي في
بيئة صالحة يقدروا يفرضوا معتقدات صالحة، حتى لو هي الشيطان بيوزعها وعندها أفكار خاصة، بيقدروا لقوا إن المرأة بتقدر تغير نفسها من جوه فعلا، تبقى مؤمنة بالحاجات دي. الرجل مش بنفس الأسلوب، لكن هو مش معنى كده مش بنفس الأسلوب يعني كل الرجال، لا مفيش تنميط، لا بس لقوا في الراجل بيميل للمقاومه شويه عن المرء. فهو بيقول لا ده الحاجات دي الافكار، بصوا الكلام اللي هيقوله، انا بقول للنساء listen leave adapt to the environment that we create for you، اسمعوا يعني عارفين اخرسوا، انتوا تتكيفوا مع البيئه اللي احنا بنعملها ليكم، ما تتكلموش في حاجة تانية ولا تشاركوا في هذا الموضوع. وده مهم جدا ان بيوريك الخطاب، عشان بعض عمال يقول لك لا ده خطاب متمركز، في فرق بين خطاب التمركز حول الرجل وخطاب الذكورية وخطاب، يا حبيبي افهم بس في ممكن انت تعتبرها اختلافات انت تحددها، تقول ديت الاحسن ان احنا نفرق عشان نقدر نقول انهي واحد بيقول ايه، لكن في الواقع غالبا بتكون الحاجات مختلطه ببعضها. يعني ممكن واحد يبقى قاعد عمال يقول كلام في الابويه والحاجات موافق للاسلام تماما، حاجات تانية يبدا يتحدث فيها تطرف خارج الاسلام، وفي حاجه ثالثه تلاقيه لا ده مش تطرف خارج الاسلام، ده فيه هنا مركزيه الرجل، الرجل هو اللي بيقول انا اللي بصنع البيئه والمراه ما تتكلمش ولا تسام في اي حاجه. عندنا كمسلمين مش الرجل اللي بيصنع البيئه، عندنا المسلمين الشرع اللي بيصنع البيئه، ودي اهميه اللي بيتصدر للخطاب في هذا الموضوع. ده هنيجي فيه في الجزء الثاني، ان اللي يتصدر لمثل هذه الخطابات لابد ان يكون متضلع في الشريعه الاسلاميه وفاهم كويس جدا الشريعه محدده للرجل ايه، محدده للمراه ايه، مين الحاكم في المجتمع. الحاكم في المجتمع ليس الرجل يا جماعه، عارفين مفهوم الخليفه يعني ايه خليفه، انت ليه خلافه دي معناها ايه. الحاكم في المجتمع ليس الرجل، ليس الرجل انما الله سبحانه وتعالى. ودي الحركه النسويه نفسها مش قادره تفهمها، ان ربنا سبحانه وتعالى لما ادى الرجل الولايه لا يعني هذا ان الرجل هو اللي بيحكم، هو الحاكميه لله سبحانه وتعالى وحده، هو بيحدد بس ان الافضل ان الرجل له بسبب ان صفات معينه لا علاقه بالمجال العام والقياده، ان الرجل احسن من المراه في العموم، من المراه في هذا الامر. فربنا سبحانه وتعالى مد الولايه للرجل، ولا يعني ذلك ان الحاكم هو الرجل، الحاكم هو الله سبحانه وتعالى. اخر جزء هنتعرض ليه، عشان احنا قلنا مفيش كلام كتير، يمكن الورقه مش بتكلمها كتير في الموضوع والدنيا فيها لخبطه حاصله بما فيه الكفايه، مسألة النساء المطلقات. بيقول في الورقة دي، بتقول women who choose to divorce prime targets of masculinism، ان دول الهدف الرئيسي للذكورية في الغرب هم الستات اللي عايزة تطلق. في الغرب بدأ يبقى فيه في اغلب الدول ان المرأة ليها حق ان هي تتطلق من الرجل، وطبعا ده مهمة بقى هنقف عندها، بس الاول نعرض الكلام بتاعها كله، ان المرأة اخذت حق ان هي تتطلق من الراجل. فالنساء مدام بيطلبوا قاعد يجيبوا حاجات دراسات، وده ان لا ده النساء هي اللي بتطلب الطلاق، واكتر الحاجات الطلاق طلعت النساء هي اللي بتطلبها. فبص بقى هينبني عليه ايه في الخطاب بتاع الذكوريين هناك، ان هيقول لك لا ده المراه بيطلبوا الطلاق ليه، ده اول هي طلب النساء للطلاق، هيقول لك ده حاجه بتكون لو هي حاسه ان هي متضايقه يعني، لا ده بتكون حاجات مدمره للراجل اللي المراه بتتطلق منه، ومدمره للاطفال، ومدمره للنيشن للوطن كله. وطبعا الخطاب ما حدش طبعا يكون جاهل ان الخطابات ديت ملتصقه باليمين التصاق شديد، والتصاق الخطابات دي باليمين دي قصه تانية خالص ممكن نتكلم عليها في وقت تاني ان شاء الله. فمساله ان هي انت بتدمر الامه وبتدمر الاطفال وبتدمر كل ده عشان تطلب الطلاق، فهتلاقي ان هو في عداء كبير جدا للمطلقات في الخطاب ده، حاجه رئيسيه بل هو ده الهدف الرئيسي في النقاشات الذكوريه، هو الهجوم على طبيعه المراه، ان هو يقول لك ان يعني لا ده النساء هي اللي بتطلب الطلاق، هي النساء اللي بتخرب المجتمع، هي النساء اللي بتسبب هذا الموضوع. يمكن احد الصفحات اللي كانت شفتها من صفحات الذكوريه العربيه كانت جايبه مره في حاجه من الحاجات
جايبه منشور بتقول لك فيه لا ده الدراسات اثبتت ان النساء اللوطيات بتطلب الطلاق اكتر من الرجاله اللوطيين وبتاع، وده استشهاد غريب جدا وجايب الدراسه وبتاع. لا هي الحقيقه اللي موجوده في كتب السيكولوجي، ما اعرفش ايه الدراسه اللي هو جايبها، لكن موجود في كتب السيكولوجي واللي انا قريته ان لا ده الرجاله اللوطيين هم اللي ما بيرتبطوش ببعض اصلا، يعني نادر جدا يحصل، عشان كده لا يقل عن 40 في تلتين الزيجات اللوطية اللي بتحصل بره ربنا يلعنهم كلهم يعني، لكن تلتين الزيجات اللوطية اللي بتحصل بره بتكون نساء وبيستقروا مع بعض بصورة أكبر، في حين الرجالة بسبب إن المحرك والدافع جنسي أكتر فبيكون مش ما بيرضاش بشريك واحد يفضل معاه. لكن هو في الصفحة عايز يعمل إيه؟ عايز يوريلك استنتج من إيه من الحركة اللي هو بيقول عليها إن النساء هي اللوطية النسوية هي اللي بيتطلقوا من بعض أكتر، بيقولوا هذا يثبت ان النساء هي السبب في الطلاق وهي اللي بتخرب البيوت وهي الحاجات دي، والنساء هي اللي بتطلب الطلاق اكتر. فهو مجهولين جدا وده واضح في الصفحات، لكن خلينا دلوقتي مجهولين جدا بطبيعه المراه. تعالوا نشوف الواحد اسمه دبوي، ده في اعتقد في كيبك في كندا، بيقول المراه ايضا لو الستات بتشتكي ان الرجاله بيعتادوا عليهم، لا ده الستات كمان بتعتدي على الرجالة بس الوسيلة مختلفة، ان الست بتدمر الراجل زي ما الراجل بتقول الراجل بيدمرني ان الراجل ضربني ولا عمل، لا ده الستات كمان بتدمر الراجل، هي الست لما تسيب الرجالة بتاعتهم وتفارقهم ما كده تدمير للرجالة، فده عنف متبادل ما بين الجنسين وهي كمان بتدمر الراجل. طبعا احنا دايما بننبهر، ويمكن لما جبنا حركة النسوية في عرض كتاب نسوية ما بعد نسوية في اول حلقة، ان دايما مبهرين في ان يجيب لك يعني يعملوا شقلباص كده يجيب لك الحاجة بصورة غريبة جدا يعني والتأويلات. المعركة التانية رقم اتنين، بل احيانا في بعض الدول هتكون رقم واحد، مسألة الشيلدرن سبورت اللي هو اللي احنا بنعتبرها هنا ممكن تسميها النفقة مثلا على واحدة اتطلقت طلقت فمعها اطفالها، فتعمل ايه؟ هناك في معركه كبيره جدا، اوان يقول لك الستات هي اللي طالبه الطلاق انا ادفع عليه نفقه وحاجات زي كده. بتتكلم بتستعرض تاريخ، طبعا تاريخ منحاز من غير ما انا ادور وراها، واضح جدا هي بتستعرض تاريخ من جهه واحده فقط وهي النساء المتضرره، لكن في حاجات بتقول حقائق، يعني مثلا ان الغالب النساء اللي طلقت ومعها ابنها، الست دلوقتي 90% منهم بتبقى واحده ومعها ابنها عايزه نفقه من الراجل عشان بتربي ابنك، انا بربي ابنك هعمل ايه دلوقتي؟ بتقول لك الغالبيه العظمى الافريج المتوسط بتاعهم ان الرجاله بيدفعوا حوالي $25 في الاسبوع، كانوا بيدفعوا طبعا $25 يعني $100 في الشهر بيدفع لها، بيقول لها بقى بصي الولد يروح المدارس وحاجات زي كده، ده تهريج اصلا، ده تهريج، عشان كده النفقه في الشريعه الاسلاميه لها شروط ولها حاجات وحاجة، يعني مهما يكون الرجل حالته متيسرة، لكن الغالبية العظمى هنا ان رجال حياتهم متوسطة، حياتهم المجتمعية متوسطة الميدل كلاس، فهم مش عايز يدفع لمراته حاجة اصلا اللي اتطلقت معها عيالها وبتاع، مش عايز يدفع لها حاجة، فيروح دفع لها $15 في الاسبوع ولا بتاع $25، يقول لها هي دي ماشي نفسك انت والعيال بالفلوس دي كلها. وبتتكلم ان اللي بيقف مع الرجال دول غالبا بيكون لو هو متجوز واحدة تانية بتكون مراته الحالية واقفة ضد انه يدفع اي حاجة لمراته القديمة اصلا. دي يمكن ابرز الحاجات باختصار شديد للموضوع، مسألة ان هو الطلاق. احنا عايزين نتكلم قبل ما ننتقل للحاجة التانية، ليه مسألة الطلاق ديت رهيبة جدا عندهم وحاجة كبيرة؟ لان المجتمع يا جماعة ده اللي احنا بنتكلم عنه، الاصول بتاعة الثقافة المجتمعية الغربية اصول مسيحية، والاصول المسيحيه فيها ان مساله المراه اللي بتطلب هي الطلاق دي، يعني العلاقه بين الرجل والمراه، واحد اتجوز واحده ست قاعدين مع بعض على طول، زي ما الكنيسه الارثوذكسيه في مصر مثلا تخلي واحد يبقى بيضرب مراته ولا بتاع ويقعدوا يصالحوا، مفيش حاجه اسمها حد هيتطلق، مفيش كده، ممنوع حد يتطلق ولا بتاع. تلاقي والله يا جماعه في حاجات انا قراتها في نساء اشتكت قالت ده زوجي مثلا في الكنيسه الارثوذكسيه، حالات تقول لك انا زوجي طلع لوط بيفعل بيه، يعني ايه ده بقى؟ يعني انا يعني اصبر ازاي على حاجه زي كده؟ مفيش طلاق. فمساله الطلاق اصلا في المسيحيه قضيه شبه محسومه،
ان المرأة اللي بتعمل كده امرأة مش وفية، امرأة مش طبيعية، امرأة محتاجة ان هي تعاقب على اللي هي عملته دوت، ان ازاي تطلب الطلاق من الراجل بتاعك اللي المفروض تعيشي معاه لغاية لما تموتي. فمسألة موضوع الطلاق في المسيحية له ابعاد كبيرة جدا مش موجودة لا في اليهودية ولا في الاسلام. وبالتالي المرأة اللي بتطلب الطلاق دي كده بتتجاوز الفكر المسيحي اصلا، اللي بيعتبر ان المرأة ولا حاجة، ان الرجل هو اللي يدي ويعمل ويعمل، والمرأة ملهاش ان هي تطلب الطلاق. طبعا احنا عندنا في خلع في حاجات، لا مفيش الكلام دوت في الفكر المسيحي، ان المرأة كمان تطلب الطلاق يبقى انت لابد لا طلاق الا لعلة الزنا. ايه علة الزنا؟ انت عايزة تزني بقى، عايزة تغوي رجال، عايزة تعملي حاجة، انت ست مش كويسة. فعشان كده بيهتم قوي في الخطاب بتاعهم قلنا بالمسألة ان يجيبوا حالات خيانة المرأة وخيانات المرأة، وقد ايه المرأة دي انسان خاين عايز يتطلع عشان يغوي الرجالة، رجالة تانيين عايزة فلوس، عايزة حاجات زي كده. ده شيء رئيسي في الخطابات بتاعتهم. فبالتالي النظر للمرأة المطلقة بهذه العدائية هي نظرة مسيحية ناتجة عن المسيحية والغربية بصورة واضحة جدا جدا جدا. مسألة النفقة، ان انا اصرف على واحدة هي اللي طلبت الطلاق، يعني هي خاينة ومجرمة، وبدل ما تتعاقب انا ادفع لها كمان لولادها وبتاع، لا ادفع لها ليه، دي واحدة لازم تتعاقب. مفهوم النفقة مش موجود في الاصول بتاعته في الغرب، انا انفق عليها ليه، ده هي مجرمه وخاينه، ما دام اتطلقت مني مجرمه وخاينه، فانا ليه اصرف عليها مليم زياده كمان تاني، اصلا مع عيالي بقى مش مع عيالي. المفروض في الثقافه الغربيه قلنا برضو في حلقه بواكير النسويه، لما قلنا ان في الغرب كان ان الرجل له الحضانه وله حاجه والست ملهاش اي حاجه، لو اتطلقت ياخد منها كل عيالها وتترمى هي، ملهاش اي حاجه خالص، مفيش اي حقوق في الغرب مقارنه بالحقوق الاسلاميه اللي كانت عندنا. فالافكار دي اللي كانت موجوده تسببت في ان هم الرجال الموجودين دلوقتي عايزين بنيين المعتقدات بتاعتهم على هذه الافكار، انا المفروض اخد الولاد وانا اللي اربيهم، المراه ما تشوفهمش اصلا، نفس الافكار القديمه عايزين يرجعوها تاني، ولو عايزه تشوفهم عايزه تربيهم خديهم، بس ما تكلمنيش ان انت عايزه فلوس وعايز حاجه زي كده مني. بيظهروا سيستميكالي، بيقولوا ان النساء بيقعدوا يظهروهم بصوره شبه دائمه وشبه منظمه، يقعدوا يظهروهم ان هم خونه او خائنات او ستات مش مظبوطه، دي بتكون واضحه جدا. ده الجزء اللي احنا موجود في الورقه، يمكن مهم جدا كنت البدايه دي عشان نفهم لما نيجي نتفرج على الصفحات اللي موجوده دلوقتي، هل الصفحات اللي موجوده دلوقتي نيجي نشوف هويه القائمين عليها. مبدئيا هويه القائمين عليها في صفحه اللي هي ريد بيل، دي جابتني انا شخصيا وجابت حاجات وقصت كلامي، جزء انا كنت برد فيه على الحركات الذكوريه او الحركات اللي هم قال لك ده مش فاهم حتى ذكوريه يا حبيبي، اصل قصدك يعني المتمركز حول الذكر، انا قصدي التمركز حول الذكر بقول على الذكوريه، لكن مش مهم. هو شوف التدليس من انه قص الكلام بتاعي اللي هو بتكلم فيه عن برد فيه على الذكوريين، بقول ان انت لو بتشتم النساء وبتقول طبيعه النساء كذا وكذا وكذا، اعرف ان النساء العالمين ونساء الصحابه وكل دول امهات المؤمنين وامك انت شخصيا، كل دول داخلين، فما ينفعش انت تعمم حاجات وتقول اصل دي طبيعه المراه. وفي الجزء الثاني برد فيه عن النسويات وبرد برده بنفس المنطق، هو راح قاصص الجزء اللي انا برد فيه عن النسويات وراح جايب الجزء بتاع الذكوريه وجايبه وعامله على صفحته وحاجات زي كده. فهويات قائمين على هذه الصفحات، اولا هم مش اسلاميين، ديت يقينا خلاص، ولا شفت كانوا عاملين لقاءات بينهم بعضهم، بل بالعكس في صفحه منهم واحد اسمه ستيفن، مش عارف يعني اظن يعني مسيحي، هو من تونس، مش عارف هل ده اسم نيك نيم اسم ولا ده اسمه فعلا ستيفن، وواضح جدا ان دول مش اسلاميين، ولا اصلا مساله الشريعه بيتخذوها غطاء مثلا عشان يردوا في حته، واحد منهم يتخذ الموضوع غطاء، بصوا ده ضد الاسلام بتاع، انما الخطاب بتاعهم لا ينطلق من الشريعه ولا اشكالهم ليها علاقه بالشريعه الاسلاميه، وده واضح جدا. واحده صفحه صاحبها تونسي، واحده اللي هي ريد بيلدي صاحبها اردني، وهو اردني واضح جدا هو عنده خلل، يعني حتى تشوف لما الفيديوهات اللي بيطلع فيها بتحس ان هو مختل عقليا الى حد ما. يمكن الصفحه الثانيه في صفحه شفتها اسمها رجل او رجوله او حاجه، يمكن دي صاحبها عاقل شويه سوري، اذكر ان هو كان سوري،
لكن اعقل شويه عن الريد بيل ده، واضح ان هو مختل عقليا بصوره يعني عارف شبيه جدا لما شفته، كان شبيه بالعارفين اللي يعرفوا اليمين الامريكي بالذات، عارفين الحاجه الشخصيه دي الكاركتر دوت اللي الواد ده بيطلع بيه، اللي هو يقعد يطلع ويتعصب يتكلم، والمؤامرة الماسونية اللي بتحصل على العالم والخراف والماعز وان المسلمين داخلين ومش عارف ايه، واللي هو اللي ستيف بانون بيعتبر الطب بتاعهم اللي هو الخطاب دوت، وتلاقي الخلفية بتاعته مش عارف ايه، حتى هو جايب خلفية تلاقيها مضحكة جدا، حاجات من الاربعينيات ولا السبعينيات كده، حاجات غريبة ومش عارف ايه، وطريقة كلامه والثقة واليقين اللي بيتحدث بيهم ومسمي نفسه الكوتش، يعني بص نموذج كاركتر يميني أمريكي بصورة مضحكة جدا، يعني اللي عارف اليمين الأمريكي عارف ان الكاركتر ده بالظبط، يعني جايبه بالملي، اللي هو الشخص المختل اللي بيتكلم واخد روح الحماسة الدينية كأنه نبي مثلا وبينشر، وحتى هو جايب في صح ريد بيل، ليه ريد بيل جايب فوق ان هو تاخد حباية زرقاء وحباية حمراء، لو خدت الحباية الحمراء مش عارف جزء من فيلم ماتريكس، فواضح جدا حتى الشباب القائمين على صفحات كان واضح جدا الثقافة الغربية الكبيرة عندهم، يعني هم مش هم مثقفين، هم مش مثقفين خالص، لكن واضح ان هم الثقافة الغربية طاغية عليهم، ثقافة اليمين الاوروبي او اليمين الامريكي بشكل عام الغربي طاغية عليهم جدا في الكلام. فهتلاقي الخطابات لما يقولك احنا بنتكلم عن الاسلام، انا جبت لكم صور من صفحة، على فكرة ده غالبا يعني انا مش منقي، يعني لما مش عارف جبت حوالي 10 صور او 15 صورة، ده السيستم، بصوا يا جماعة سيستماتيك، ده حاجة في نظام الصفحة، نظام الصفحة قائم على يقول لك كشف طبيعة المرأة، فلما تيجي يقول لك انا بنظر وحنكون منصفين ومش عارف ايه، فده لما الاقي ان كل المنشورات بتتحدث عن طبيعة المرأة انها خائنة، ويجيب لك ان الستات بتقتل في رجالة، ستات بتقتل في عيالها، ستات بتذبح مش عارف ايه، بل يجيب منشورات واحدة اللي هي الست المستشارة اللي اتضربت اللي اتقبض عليها من الشرطة، وهو فرحان قوي ان بيتقبض عليها، يعني بيقول ده حاجة تشفي الجليل كده ان واحد يقبض عليها واحدة وبتاع ويهينها، فتحس ان ده واحد عامل خطاب منظم في المرأة بتطلع ما تقوليش، هو حتى لو ما لا يدعي، ما هي برضو بتتكلم في الورقة اللي احنا عرضناها كانت تقول ان هما يقول لك ايه، والله ده حق المرأة انها تتطلق، دي حاجة مش مشكلة يعني، احنا معاها ان هي حقها ان هي تتطلق، لكن هتلاقيه systemically blamed for causing severe problems including men suicide according to groups such bray اللي هي بتقول بصورة منظمة، هو يقول لك ماشي ليه حق انها تطلق، بس بتقول الخطاب بتاعهم بصورة منظمة، يعني حاجة سيستميك في سيستم ماشيين عليه، يظهروا ان المرأة هي المتسببة في دمار الراجل، هي المتسببة في انتحار الراجل، في ان الاحباط ودمار المجتمع، فتقول حتى لو ما بيقولوش علنا، في حاجة اسمها يا ابني واضح جدا ان انت الصفحة بتاعتك لما تقول انا بكش، ده خلينا في واحد تاني بيقول جروب اسمه تستوستيرون ولا بتاع، لا انا بتكلم على صفحة بيقول لا احنا بنتكلم ما فيش طبيعة مرأة ولا حاجة يا جماعة، احنا بنتكلم عن مسألة المرأة ان هي بنشوف بس النماذج السيئة في المرأة، النماذج السيئة لما يبقى كل يوم الواحد اللي متابع لهذه الصفحة يصحى يلاقي ان المنشورات تلات منشورات بيتحدثوا مثلا عن المرأة الخائنة فلانة، وان الست فلانة قتلت جوزها والست فلانة قتلت عيالها، انام اصحى تاني يوم، ما ده بروباجندا يا جماعة، مش بعد كل سنين دي لسه هنفهم ايه هي البروباجندا، انها ممكن ما اقولش الحاجة صراحة، انما اقعد اقسمها وطريقة الخطاب بتاعي يكون واضح ان انا مقسمها وبعمل نظام بطلعك فيه ان انت تستنتج ان هو ده الحاجة الصح، انت هتستنتج ايه من صفحة كل يوم الصبح بيطلع لك جايبه لك خبر من الجزائر من المغرب من تونس من موريتانيا من مش عارف من اوروبا من حته الاردن من فلسطين من سوريا من السعوديه من مصر، كل شويه خبر واحده قتله جوزها، عمال ينقي كل يوم الاخبار اللي فيها ستات بتعمل جرائم ويطلعها، انا بالنسبه لي هطلع عامل زي ما هي، قلنا دي نفس الحركات اللي عملتها النسويه قبل كده. حاجة تانية تلاحظوها في الصفحات دي والخطاب ده، وهو مسألة الهجوم على المطلقات، وانا يمكن ما فهمتهوش الا لما قريت الورقة الغربية دي، يعني ما كنتش فاهم هو ليه الهجوم على المطلقات،
انا يعني الخطاب ده مش عندنا كمسلمين يعني مش حاجه ملحه. ايه مساله ان المراه تطلق؟ الخطاب ده غريب جدا بالنسبه لي. ايه المراه طلقت؟ ما ايه الفظيعه يعني؟ يعني احنا عندنا الحادثه بتاعت اللي هو لما جت عايزه تخلع جوزها وهو مش راضي تعيش معاه، هو يلف حواليها والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه تشفع لهذا، وده يرد على اللي يقول لك خطاب الفا رجل الفا ورجل بيتا، ده بالنسبه لهم الصحابي دوت يسبوه ويلعنوه. ومع ذلك يا اخي النبي ما كانش كده، ما عادش يقول انت رجل بيتا ولا رجل مخنس عشان بتجري ورا المراه عشان عايزه وبتبكي عشان عايزه ترجع تتزوجك تاني، لا ده تشفع له، لان ما فيش حاجه اسمها رجل الفا ورجل بيتا يا حبيبي، ان ديت المسلم هو رجل الفا. العمليه مش بالصوره دي، وهضرب لكم مثال تاني، المسلم لا رجل الفا ولا رجل بيتا، المسلم هو مسلم، هي دي الهويه الرئيسيه، والشخصيات والانماط متنوعه. صحيح ان الاحسن ان الرجل يكون متماسك وحاجه، لكن حصل عارفين قصه ابن ابي بكر رضي الله عنه وحب واحده حب شديد جدا، وقد ايه يعني قصة تانية كده. لو انتوا بالمقاييس بتاعة الرجل الف والرجل بيتا، دول مخنسين يا ابني بالنسبة لك، دول مش برجل بيتا، دول كانوا من كتر عشق او حب المرأة بيحبوها جدا. فانت المفهوم تلاقي مفاهيم غربية غريبة جدا عما تدخل وتناقش وتقدم على ان ده الاسلام، وهي دي المشكلة يا جماعة. اولا هوية القائمين على هذه الصفحات لا تسمح ان الولاد دول يقول، او مش ولاد لان طلعوا كبار في السن، عشان كده البعض انا نفسي كنت فاكرهم صبيان، لكن يعني الخطابات خطابات عيالي اطفالي قوي، لكن فوجئت ان هم كبار في السن، بنتكلم على يعني من فوق 25 على الاقل يعني القائمين على الصفحات، فدول كبار في السن. ازاي الحركات الصبيانية اللي انتوا بتعملوها دي؟ هتلاقي دوت ان الهوية القائمين على الصفحة، لكن بعد كده لما قرأت في الجرب هي ان هو يلبس سوبر هيرو ويطلعوا، ان دي حركات صبيان، حركات اطفال، لا هي ذكورية ولا بتاع، دي عيال صغيرة يا جماعة، الدماغة مش السن، دي عقول اطفال صغيرين او صبيان او مراهقين. سوبر هيرو يطلع لي ايه يا ابني انت عبيط؟ حتى تلاقي حاجة في الصفحة اللي موجودة اللي هو عارفين تحس ان هو انت تقدري، هو بيخليها انت تقدر، انت فاهمين الفكره؟ انت تقدري تكسري مش عارف ايه، انت تقدر، فيجيب لك ايه مثلا، تلاقيها في الصفحه العربي في صوره من الصوره اللي انا جبتها لكم، يقول لك ولد عمل مش عارف ايه، قد ايه التستوستيرون دوت حاجه عظيمه ان خلى الواد يعمل، يا ابني التستوستيرون اللي بيفرزه الراجل والمرأة، الراجل بس بيفرزه اكتر. بل هو التستوستيرون احد الحاجات الرئيسيه عند المراه، في اتكلمنا عنها في كده، الدراسات اثبتت مؤخرا انها الشهوه الجنسيه بتاعت المراه التستوستيرون جزء رئيسي فيها. فمساله لو انت بتتهم المراه بالخيانه ومش عارف ايه بسبب التستوستيرون يا حبيبي اللي انت عمال تمدحه وبتعتبره حاجه عظيمه قوي ان هو موجود، موجود ده حبيبي عند المراه، هو ده السبب. لو المراه بتخون رجاله كتير احد الحاجات اللي بيشوفوها التستوستيرون بتاعها، هو عامل ايه يعني، ايه اخباره، يلاقوها ضارب قوي عندها، فيكون احد مسببات ان هي مش راضيه عن جوزها، مش راضيه عن العلاقه مع جوزها، عايزه علاقات كتير وحاجات زي كده، ده ممكن تكون من احد الاسباب. فالهرمون اللي انت فرحان بيه وعاجبك قوي ده يكون يا حبيبي احد الاسباب اللي انت عمال تتهم بسببها المراه، لكن انا اشك ان هم عارفين اصلا ان الهرمون ده موجود في المرأة أصلا. فتلاقي مسألة إن هو يقعد يوريلك قد إيه الراجل ده عظيم، قد إيه خطاب يوتوبيا، لو إحنا اتكلمنا على التناسون كإسلاموتوبيا، إحنا هنا بنتكلم على الذكورية كإسلاموتوبيا رجولية، إن هي يوتوبيا من الرجالة، وإن الرجالة دول سوبر هيروز، وإن الرجالة دول مش عارف إيه، وإن الرجالة دي المفروض يبقوا ألفا والشخصيات وحاجات زي كده، والشخصيات التانية البيتا دي شخصيات مش عارف ايه والشتيم. هقول لكم على حادثة حصلت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، لما النبي جاء واحد فبيحكي، فاللي حصل ان ده الحصان بتاعه ده انا اذبحه عشان كانت راكبة عليه، الصحابة استنكروا تمام، والنبي صلى الله عليه وسلم مدح هذه الغيره اللي عند الرجل، لكن مدح قال ده انا اكتر، لكن بص للمبدا، انما ما قالهمش بتستغربوا ليه وانتوا مش ما عندكمش رجوله وبتاع، يعني انتوا فاهمين الفكره بتاعت ان مبدا الغيره اللي عند المسلمين في اقل حاجه ممكنه للغيره، وهي ان الرجل يغار على اهله، ان ما تطلعش تتبذل للناس وحاجات زي كده، لكن ده طيف واسع او نطاق واسع
من المستويات الغيرة عند الرجال، بتصل طبعا لحد البتاع اللي هو نزل وراح ذابح الحصان ده والصورة دي النبي مدحها صحيح، لكن ما اعتبرهاش هي دي الستاندرد على فكرة، ما اعتبرهاش هي دي انتوا تبقوا رجال بيتا لو ما عملتوش كده. لا يا حبيبي، في طيف من الغيرة أقلها كذا، وهكذا مفهوم الذكورة أو الرجولة، في طيف من مفاهيم الرجولة أقلها إن الإنسان يكون يغار على أهله ويكون قائم بالولاية وحاجات تانية، لكن مهم إن دي أقل حاجة ممكنة. وبيتفاوت بقى وبيتفاضل الرجال في هذا الأمر، في رجالة بيكون قائمين على الولاية حق القوامة ما يسمحوش بأي حاجة إن يكون للمرأة كذا، وفي رجالة يكون يعني قائم عليها بس في نطاق محدود أو ضيق وهكذا، في نطاق اللي احنا بنقول عليه الشريعة الإسلامية بتسمح بتتعامل مع كل هذه الأطياف من الرجال، بل وبتتعامل حتى مع أطياف بتاعت الرجال اللي هو بيخلوا بالقوامة، هي مش بتطردهم بره الشريعة الإسلامية، بتقول لك شخصيتك مش مظبوطة اقعد، لا لازم حتى لو شخصيتك مش كده اعدل لأن في واجبات لازم تقوم بيها، فهي بتتعامل معاه حتى بإصلاح، ما بتتعاملش معاه بزجر وإن أنت رجل بيتا وتتشتم وتتعامل. تشوف برضو في مسألة الخطاب بتاع المطلقات، ده اللي أنا كنت بقول لكم عليه، إن الخطاب ده بيوضح قد إيه الولاد دول بينقل أو الناس دي بتنقل من الغرب زي الكربون. أنت بتنقل يا ابني الكلام بتاع التطليق والمطلقات والتشنيع على المطلقات ده بسبب حضارة ومفاهيم أرثوذكسية وكاثوليكية في الغرب، أنت بتنقلها منهم يعني، ده جنان. تلاقي صفحات حاجات نازلة عايزين يظهروا المطلقات دائما ان الستات مش مظبوطه، ستات مش عارف ايه، ستات تسعى في اغواء الرجاله، ستات بيظهرون بصوره واضح جدا، عايزين يظهرون بصوره سيئه. يا ابني انت بتنقل انت اللي هو انت عبيط يا ابني، انت بتنقل زي ما هو كده، عارف انت بيغش بال كل حاجه، فهو بيغش الورقه ففوق كده راح كاتب ايه اليمين الامريكي، راح كاتب اسمه اليمين الامريكي، انت ناقص تعمل كده، انت بتغش كل حاجه، حتى مسألة التشنيع على المطلقات احنا ما بتغش مسألة النفقة والحضانة. على فكرة معركة الحضانة اللي موجودة عندنا كمسلمين هنا مع القوانين الجائرة اللي اتعملت لا تشبه معركة الحضانة اللي موجودة في الغرب، دي حاجة تانية، الموجود هناك ده حاجة تانية، احنا بنتكلم عن الراجل هناك اصلا عايزين يرجعوا المفاهيم بتاعت القرون الوسطى بتاعت المسيحية، الراجل ياخد ويرمي الست، ما تربيش العيال، ده كلام ما عندناش حبيب، ما عندناش حاجه اسمها ان الست تترمى والراجل ما يصرفش عليها اي حاجه، لان كان في الاصل الراجل ما يصرفش على المراه، ده المراه كانت بتقدم حاجه والراجل بيقعد يصرف مرتب شهري، ومفيش حاجه اسمها طلاق، ده حاجات تانية يا ابني، مفاهيم تانية خالص، مفاهيم الطلاق عندهم والحضانه وكده معركه تانية خالص، ان حد بياخدها بره ما تقعدش زي لهبل تقعد تنقل منه نفس الكلام، يعني مش ممكن مش ممكن، يعني ده يدلك يا جماعه ان الناس دي مختله، دي حاجه الاول ما تعرفش الشريعه الاسلاميه وما تعرفش بصوره كويسه ان المجتمع الاسلامي عامل ازاي، يعني الناس اللي بره دي انا بعتبرها يعتبر على الصبيانيه بتاعتهم، لكن في عقل فاهمين مش بينقلوا عن حد غيرهم، هم عارفين مشاكل مجتمعهم وبرايحين بيحاربوا عشان بيرجعوا للمرجعيه بتاعتهم اللي هي المسيحيه دينهم. انما احنا بنتحدث عن حاجه تانية خالص، نتحدث هنا عن راجل رايح بينقل معركة مسيحية وعايز يخليها عندنا، نفس الكلام بتاع العلمانيين لما يقول لك العلمانيين عندنا هنا عايزين يحاربوا عشان تسلط الكنيسة، يا ابني الكنيسة دي بره، انت بتتكلم تعمل معركة هنا عشان تسلط الكنيسة ورجال الدين والكهنة اللي موجودين بره، ايه الذكاء ده؟ النسوية نفس الحاجات، والنسوية والرجل القاهر مش عارف ايه، المعركة دي يا بنتي انت جايبة المعركة دي من بره مستورداها، نفس الامر في الذكورية، اللي يقول لك ما تشبههمش واصل الاسلام دين ذكوري، يا ابني احترم نفسك، نفس الكلام دوت شبيه بس التانيين ارقى شوية، اللي يقول لك الاسلام داعم لحرية المرأة وتحرير المرأة والفيمينيزم، ما هي نفس البتاع، الاسلام بريء منكم انتوا الاثنين. اخيرا لو جينا نتكلم عن الجزئيه الهويه بتاعت الناس دول عرفناها، الخطاب بتاعهم واضح جدا لانه خطاب يمجد في الرجال ويمجد في الذكوره بشكل عام، وبيبدا يتكلم على حاكميه، يعني حتى من ضمن الحاجات يمجد في الذكوره ويحقر من كل شيء له علاقه، يعني بيخلي الانثى يبدا يعمل لها تنميط حتى في الواجبات والصور بتاعتها، يعني يقول لك مثلا يجيب لك الانثى انها يقول واحد عامل اللي هو بتاع ريد بيل ده
الاردني المختل ده جايب لك يقول لك مقال علمي ومش مقال علمي، وهو فاكر ان مقال علمي يعني ان هو يقول مثلا ان المراه التبويض بتاعها من فين لفين كده، ايه ده كده بقى مقال علمي. يا ابني ده علم، اوكي المراه تبويض مراحل التبويض بتاعتها لغايه لما بتبدا يحصل ديكلاين، دي ده علم. اللي انت بتهري بيه بقى ده مش علم، هو هري بقى بتاع عمال يقول لك ايه ان المراه مش عارف كام مرحله، وان المرحله فوق 35 لو مش عارف المرحله من كام لكام لغايه سن 34 المراه بتكون بتبدا تضعف، فالاحسن ان انت ما تتجوزش مراه في السن دوت فوق 35. انا مش هقول لك بقى يعني المفروض ما تقربش منها. ايه ده، هي المراه تنكح ان على التبويض فقط؟ حتى بعض الاخوه يقول لي ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا الولود. يا جماعه النبي صلى الله عليه وسلم بيتحدث عن حاجه تانية خالص، ما بيتحدث لا يتحدث عن هجران المرأة بالمجتمع وان هو يكون بتاع. يعني لو في اختيارات انا قدامي واحدة كده وواحدة كده وواحدة كده التلاتة قدامي، يبقى الاحسن لو انا بشوف فيها لا الاحسن ان انا المتوددة اللي بتولد او كده يكون الاحسن، وخيارات مستقرة قدامي. لكن مش معنى كده ان انا اشنع على الاخرين. النبي صلى الله عليه وسلم كم واحدة اتجوزها ولود بتخلف وبتاع. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان جويرية بنت الحارث تزوج جويرية بنت الحارث، او تزوج فلانة او صفية بنت حيي، صفية بنت حيي بنت عدوه، بنت عدوه، ولسه وحتى هي كانت لما تيجي تروي صفية بنت حيي بتقول لما تزوجني كنت اكتر واحد بكرهه الرسول صلى الله عليه وسلم، كأكتر واحد بكرهه على وجه الارض، جوزي مقتول وابويا مقتول بسببه، فكنت بكرهه جدا لما تزوجني، وبعد كده اصبح هو احب الناس لي على وجه الارض. هتلاقي جويريه بنت يعني في حاجات يا حبيبي تانية نطاق واسع الاسلام يضعه في مساله ان الراجل يختار المراه. مفيش حاجه اسمها لا ده والله احنا، والمراه كمان على فكره ليها انها تختار. يعني انت تعرف ان في الفقه الشافعي مثلا لا يستحب للراجل ان يجوز بنته لواحد مطلق. تعرف انت كده بقى المعلومه دي؟ لا يكره ان انت الواحد بنته تكون بكر يجوزها الواحد يكون اتجوز قبل كده، صح ان يجوزها البكر زيها. ده الشافعيه بقى ايه؟ مخنثين الائمه الشافعيه مخنثين ولا بيتا ميل ومش عارف ايه والكلام الفارغ بتاعك؟ لا هم حتى الخطاب الشرعي ما يصلحش معاهم. يا جماعه النطاق الانساني اللي بيضعه الاسلام لهذا الامر ان الرجل يختار امراه لاسباب ايه والمراه تختار الرجل لاسباب ايه اكبر بكتير جدا من العيال التافهه دي، ومن ان الصفحات دي تبدا يبقى ليها شعبيه. نيجي لاخر حاجه نتكلم فيها عن الموضوع وهي مساله الشعبيه. الى الان هذا الخطاب لم يحصل على شعبيه كبيره ولله الحمد. لكن ما اخشاه ان الصفحات دي بتتكاثر، الصفحات دي بتتكاثر بتكتر، وتكاثر هذه الصفحات الخطاب بتاعها شعبوي. ما حدش يتكلم بعد كل اللي احنا شفناه في الغرب ده في السنوات الاخيره يقول لي والله الخطاب الشعبوي. لا يا حبيبي، الخطاب الشعبوي هو اللي بيجي منه. زي ما كده في يوم من الايام قعدنا نقول هو البغل اللي كان ايام الثوره ده اسمه توفيق عكاشة، ايه ده الخطاب ده؟ مين اهبل يسمع الكلام ده؟ يا حبيبي هذا زمن الهباله. ده توفيق عكاشة هيبقى ليه انصار والخطاب بتاعه هو اللي هيمشي بالاصرار والتكرار. بيبدا تلاقي ان في ناس عقلاء شويه شويه تقول والله العقلاء مش ممكن يسمعوا الكلام ده. هو ده زمن عقلاء عشان تقول لي العقلاء ما يسمعوش الكلام ده؟ طب بلاش زمن العقلاء. ده واحد كان بيقدم محتوى الحادي تماما اللي هو احمد الغندور ده، كان في شيوخ بدقون كانوا بيوصوا بيه. احنا في زمن يا ابني رايح في 60 داهيه، ما حدش يتكلم على مساله هو الخطاب ده ممكن يصعد. ممكن يصعد خاصه مع التسلط والاجرام اللي حاصل من الحركه النسويه في الوقت الحالي، فالخطاب ده ممكن يصعد جدا. وتغول الحركه النسويه في اسلاميات اصبحوا موجودين، ده حاجة مش ممكن أبدا إن أنت تتجاهلها. بالمناسبة هذا الخطاب برضو نسيت أذكر الحاجة دي، الخطاب بتاع صفحات ريد بيل والصفحات دي بيهاجموا مثلا الدكتور سامي العامري، بيهاجموا الدكتور إياد القليبي، غير إن هو هاجمون دي حاجة تانية، لكن بيهاجموا الناس دي الناس دول ليه؟ لأن هم بيقدموا خطاب بيحترم المرأة ويحترم الرجل. هو مش تبع حد، لا هم مش عايزين تبع حد، لازم تبقى مع الرجالة، لازم تبقى مش عارف إيه.
فالخطاب بيهاجموا الاخوات اللي هم عاملين صفحات بيردوا فيها على النسويه يسموهم المتدثرات. يعني ايه؟ يعني هم بيلبسوا كده الرداية الاسلاميه عشان يدخلوا حركات النسويه. يا راجل هي في واحده منهم يعني الواحد يعرف كام اخت منهم؟ هي في واحده منهم يا ابني ولا واحده منهم محتاجه واحد بغل زيك مختل عقليا ان هو يمدحها؟ دي بنات ناس وبنات ناس كويسين ومستريحين وعايشين ومنهم متزوجات وعايشين حياه سعيده، مش محتاجين بغل زيك يطلع يقول لهم انتوا بتعملوا كده عشان تتدثروا وتدخلوا وسط الاسلاميات. صحيح لما احنا بنهاجم الخطاب التنسون اللي هو الاسلاميين بيكون بسبب ان احنا بنقول لهم يا جماعه ده كلام النسويات. لما احنا بنتكلم على الدوميستيك سفير والبابليك سفير ده كلام النسويات، فما تقعديش تقولي ان انت بتأسلمي، ده خطاب تنسون، خطاب اسلمت، فما تقعديش تقولي ان ده الاسلام، تمام؟ لا، البي بقى بيعمل ايه؟ الاخوات اللي بيردوا على الستات دي، انتوا حاولوا تفهموا الفرق. الاخوات المتفرغات للرد على النساء اللي هي بتعمل تنسون بيهاجمهم، بيقول دول بيتلحفوا بالاسلاميه ودول اصلا نسوات ولا ستات، مش قادر يطلع ان في احترم امراه. ليه الاحترام؟ حتى في بعض المنشورات تلاقي بيحترم انهي امراه اللي تطلع بتقر بذنبها وبتعترف وتقول الرجال المفروض يدونا بالمش عارف ايه والرجال يعني فاهم انت، هو دي نموذج المراه المحترم عندهم، وهم ما عندهمش اي نموذج للمراه محترم. شاب الناس مختل، واضح ان هم شباب مختل عقليا تماما. يعني في عقلاء منهم، وارجو ان يعني لو في عقلاء مع الناس دي انها تنفض عن هذا الخطاب. اللي عنده صفحه يعني نحن نرجو الاصلاح مهما يكون، ما عدا المختلين، الولاد المختلين دول انا مش ممكن هيصلحوا يعني. لكن انا برجو من الناس اللي عندها صفحات كانت يعني فرحانه بهذا الخطاب تراجع نفسها وتبدا تعدل الخطاب بتاع الصفحه، لان هذا كلام لا يرضي الله ورسوله. ان انت تعمل يا ابني كل يوم نفس الحركات اللي كان بيعملها النسويات، كل يوم خبر عن خيانه امراه وخبر عن امراه بتقتل عيالها وتركز قوي، وخبر تمجيد في الرجال وتمجيد. يا ابني افهم يا ابني، العمليه مش كده. فرج الوقت بتاعك ده للمسلمين بصوره اكبر، تمجيد في المسلمين وحتى بس ماشي، خليها تمجيد في المسلمين احسن من الخيابه اللي انت عايز تعملها دي. خلاصة الأمر، الموضوع لازال محدود جدا جدا هذا التيار، لكن نخشى ما نخشاه إن في الأيام القادمة الخطاب دوت يبدأ يتوسع وينتشر. نيجي السنة الجاية زي دلوقتي نلاقي إن بقى صفحات عليها ملايين. يا جماعة الخطاب دوت كارثي، الخطاب ده هيبدأ يتحدث إن ضرب المرأة، هيبدأ عارفين الإكستريم بتاع كل حاجة، وأي حد وهم واضح إن هم عندهم العدائية اللي هي كنا بنشوفها في أنصار تنظيم الدولة بكده، اللي هي عايز الولد بيتلكك لك عشان يطلعك بالتأويل، أنت نسوي، أنت مخنث. حتى خطاب أوان متطول بصورة فوق أي حدود، تمام؟ مش عايز يخلي فيه حد إلا إذا يكون بيمدح هذا الخطاب بتاعه بس، مش قال كتير في الشريعة. يعني مثلا لما بيقول المؤخر ده ليس من الشريعة في شيء، فحد بيتكلمه يا ابني المؤخر ده بديل عن حاجات، وفي حاجة اسمها أعراف، يعني عايز يناقشه نقاش شرعي. هو مش عايز نقاش شرعي يا ابني، مش عايز نقاش شرعي يا جماعة، هو عايز اللي في الشريعة يأيده بس، هيقعد ينقي من الشريعة اللي يأيده وخلاص. انا اخشى زي ما قلت لكم، اخشى ما اخشى ان السنه الجايه تكون سنه كبيسه علينا اكتر من اللي احنا عاملين، يطلع لنا الهم والخطاب المتطرف الجديد ده، الخطاب بتاع ان اللي هو مرايه النسويه، خطاب يميني غربي يدخل يؤسلم عندنا، زي ما في خطاب يميني العنصري اللي احنا تحدثنا عليه قبل كده اللي هو بيبدا يتاسلم. يعني الخطاب العنصري يا جماعه بمناسبه انا لم اتحدث في حلقه العنصريه عنه، الخطاب العنصري الجديد في خط منه، وده انا شفته من بعض المغاربه، بيعملوا خط هو عنصري غربي. يعني ايه؟ يعني يقعد يجيب لك بالدراسات ان الاعراق السوداء اغبياء، والاعراق اللي مش عارف ايه، يا ابني طب ما بالدراسات دي اليهود هم اذكى ناس على وجه الارض يا ابني، والدراسات دي اصلا يعني عليها خلافات في ايه هي المعايير اللي بيقيس بيها الذكاء، وايه هي مش عارف ايه، والسوشيال الحاجات الاجتماعيه والمواضع، يعني في قصه كبيره جدا يا ابني في هذا الموضوع. يعني لا، هم بياخدوا حاجات علميه ويعملوا عليها سودو ساينس، علم زائف يزودوه عليه.
فزي ما قلت لكم هذا خطاب. هل ان احنا نحتاج ان نعمل حلقات عليه؟ لا ما نحتاجش. انا بقول لكم مش محتاج اعمل عليه اي حلقات تانية، وان شاء الله ينتهي قريبا ولا يستشري اكتر من ذلك. ارجو من الاخوة اللي يكونوا انخلعوا بهذه الخطابات ان هم ينتبهوا ان هذه الخطابات ليس لها علاقة بالعالم الاسلامي. ما ينفعش يا جماعة اللي بيقوم على الصفحات دي، الاقي بعض الاخوة الافاضل عندي مشاركين في هذه الصفحات وبيعملوا اعجابات وبتاع. يا اخوة عيب يا اخوة ان يبقى الناس مختلين عقليا بيبدأ يقودوكم بافكار انت تقول ده الله دي حق مثلا، ده في ستات فعلا ظالمة. هو ما بيقولش ان في ستات ظالمة، ده نفس الحاجات بتاعت النسوية. النسوية بتقول لك في رجالة ظالمة، لكن هو بياخدوا ده مطية عشان يوري لك المظلومية بتاعتهم ان الرجالة بقى دول مجرمين وظلمة. هو عايز يوري لك ان الستات مجرمين وخائنات، يعني نفس الادوات نفس التكتيكات. بلاش يا اخوة المشاركين في الصفحات دي، مش هقول لكم تطلعوا منها، انا مش في ايدي ان انا اقول لحد يعمل اي حاجة، لكن على الاقل يا اخوة انصحوا الناس اللي في هذه الصفحات، تحدثوا معهم ناقشوهم. والنصيحة العامة لكل الناس يا جماعة، اقرأوا في الشريعة، يا جماعة اقرأوا في الشريعة، اللي يقدر يدرس في الشريعة مهتم بالمسألة بتاعة الزواج والطلاق وبتاعة مش هيبقى عيب ابدا ان انت تفرق 6 شهور، بدل ما تعمل صفحة يا ابني تقعد 6 شهور عمال تشن فيها في النساء، اقعد 6 شهور ادرس الشريعة في باب واحد، خد باب واحد، باب النكاح، خد كده الباب ده، خده على مذهب من مذاهب واقعد ادرسه وادرس الشريعة تتعامل ازاي مع المرأة، تتعامل ازاي مع الرجل، ادرس الكلام ده على ايد ناس عقلاء. يعني 6 شهور، والله 6 شهور كتير. اللي في دار علوم عارفين ان مادة الزواج والطلاق بالمذاهب الاربعة كلها بتتاخد في ترم 4 شهور وبتمتحن فيها، والحمد لله والناس بتجيب امتيازات وبتاع، مش محتاج. لكن انا وبتبقى مادة مع 10 مواد تانية. فانت بص يا حبيبي، مفيش مشكلة خالص، فرق شهر، فرق شهرين، 3، 6، سنة، اقعد ادرس الباب ده بس يا سيدي، ادرس الباب ده بحيث يبقى لما تيجي تتكلم تبقى منطلق من الشريعة. والله الباب ده ما يستح... لما... مش هياخد معاك، لو خدته مع شيخ متقن مش هياخد معاك شهر، هتطلع منه بحاجة تانية. واقرأ في المطولات، واقرأ في المطولات، واقرأ في الحاجات، هتفهمه يا جماعة. اسهل من ان انت تبقى تعمل صفحة وتقعد تتخانق وتعمل ليل نهار، اسهل، اسهل صح، العلم اسهل. والشريعة فيها ما اللي يخليك واثق ان هي فيها من العدل اللي يحل كل المشاكل الغربية دي. ما تستوردش مشاكل يا حبيبي وتعملها عندنا هنا. اسأل الله ان يكون الحلقة دي نافعة في هذا الموضوع، وان هذه الفتنة القادمة اللي البعض بيقول لا انتوا عاملين منها صداع، لا يا حبيبي دي الصفحات عماله تنتشر في خلال 2 3 شهور، بقوا صفحه واثنين وخمسه وسته، بقوا 1 2، بقوا مجموعات على الجروب على التليجرام ومجموعات مش عارف ايه، الموضوع بينتشر. فلازم يكون في حديث عنها من دلوقتي مبكر، ان يا جماعه خدوا بالكم من هذا الخطاب ومن هؤلاء الناس. هؤلاء الناس في منهم مختلين كتير جدا، في منهم ليس ده، في ناس بتسب الدين يا جماعه في التعليقات، في ناس سفله ومنحطين لابعد المدى. الافكار دي كلها والمعركه دي كلها معركه غربيه بمنطلقات غربيه، هم عايزين يرجعوا لنموذج غربي. احنا مع عمرنا مكان نموذج الرجاله في المجتمع الاسلامي، له كل هذه السلطات على المراه، وهو اللي طايح وهو اللي يحكم وهو اللي يعمل بهذه الصوره الجائره. احنا الحاكم بتاعنا هو الله سبحانه وتعالى، لا الرجل هو اللي بيحكم المجتمع ولا المرأة تحكم المجتمع، ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يحكم المجتمع، وهو الذي يحدد مين اللي يمسك القوامة والولاية ويستخلفه على القيام بشؤون المرأة في المجتمع، مش معناه ان هو بيحكم المجتمع، الحاكمية لله سبحانه وتعالى وحده. بس كده دي خلاصة الأمر، ونرجو من الله ان احنا منعملش يكون فيديو كده نقول بعد كده لما اتفرج عليه بعد حاجة اقولها ليه عملت فيديو زي كده، يعني كانت معركة تافهة مش محتاجة ان انا ايه ادخلها. ارجو انها تكون بهذا الشكل، ما تكونش شبه الفيديو اللي انا عملته عن احمد الغندور في يوم من الايام في 2016 او 2017، وقلت ارجو ان الموضوع شكله هيكبر، والموضوع للاسف كان كبر. طبعا ان شاء الله انا بعتذر طبعا عن تقليل حلقات الشهر دوت بسبب مشغوليات كتيره جدا جنب المتاعب الصحيه اللي كانت جايه لي، لكن ان شاء الله يعني في اقرب فرصه احاول اجمع حلقات نعملها على قد ما نقدر بإذن الله. اللي حاب يدعم القناة موجود لينك الباتريون هيبقى موجود تحت الفيديو.
في اخوه يقعدوا يبعتوا لي احنا كان نفسنا ندعم يا اخي ده الاخ اللي يقول انا عامل قناه مجانا اخي اي حد يشوفها اللي حابب يعني حاجه زي كده بتساعد على التفرق. انا قلت قبل كده انها بتساعد لكن مش طالب من حد اي حاجه. قناه مجانيه الناس كلها تتفرج عليها والعلم ده يكون للناس كلها باذن الله. جزاكم الله كل خير على المشاهده ونلتقي في حلقه قادمه باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.